حضراتكم مجددا، وبرحب بضيوفي، برحب بالدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. برحب ايضا بالدكتورة نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الجنائية سابقا واستاذ علم الاجتماع ايضا. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي دكتورة منى. بترصدوا الظواهر الجديدة دي؟ أنا مش عارفة حضراتكم تابعتوا الانترو بتاعي ولا لأ، وأنا بتكلم على إن إحنا أمام مشكلة ظواهر جديدة في المجتمع المصري، مش بتوقف فقط عند مشكلة إسماعيلية الأخيرة، لأ الحقيقة الجرائم بشكل لازم نتوقف أمامه، لازم ننتبه، لأنه المسألة ما ينفعش تتساب كده. صحيح. فأنا قلت إن في دور للمتخصصين المفروض إن هم يكونوا بيعملوا. هقول لحضرتك بترصدوا عندكم في جامعة عين شمس؟ طبعا، لان هقول لحضرتك احنا تخصصنا في مجال علم الاجتماع. نعم. علم الاجتماع له مجالات كثيرة، من بينها علم الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الاجتماع الإجرامي. نعم. ورصد هذه الظواهر بتكون في شكل أبحاث. أيوة. ودراسات. نعم. ورسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث ودراسات للترقيات، ويمكن دكتورة نسرين تعرف الحكاية. أيوة. فبنرصدها. بس هي الفكرة في عملية الرصد، وده اللي بيضايقنا إحنا كأعضاء هيئة التدريس أو أساتذة جامعة. إن قضايانا التي نتناولها لا ينظر إليها أحد سوى أنها توضع على الأرفف في المكتبات. ده كلام مهم للأسف الشديد. يعني هناك العديد من الدراسات والأبحاث اللي بيقوم بها الكثير من المتخصصين. وللأسف الشديد لم ينظر لها من قبل صانع القرار، من قبل المسؤولين. لأن قد كده بتعملي بحث بتقعدي فيه سنة وسنتين وأكتر، وبتخرجي وبتخرجي بنتائج رائعة. طب بيتعمل بيها إيه؟ هي بتضاف لأرفف المكتبة، يستفيدوا منها الباحثين والدارسين بس، لأنهم يترقوا. ولا حتى بتعملوا ندوات في الجامعة؟ بنعمل ولا بنعمل وبنحضر ومؤتمرات وكل. لا أنا بتكلم مع الطلبة وتقول طبعًا إن إحنا رصدنا كذا. طبعاً يا فندم، وفي محاضراتنا خدوا بالكم من كذا. طبعاً وانتبهوا. طبعاً وفي قضايانا وفي ندواتنا وفي اجتماعاتنا. هرجع لحضرتك في التغيير في الظواهر الاجتماعية اللي حضراتكم رصدتوها، وهروح لدكتورة نسرين. دكتورة نسرين متابعة ورصدة ما يحدث من تغيير في المجتمع المصري؟ خلينا بس نتكلم الأول ونقول شوية حقائق. الجريمة منذ الخلق طبيعي، يعني كان أول جريمة في التاريخ قبيل وهابيل. طبعا الجريمة منتشرة في كل المجتمعات. نعم. الجريمة منتشرة في كل الشرائح الاجتماعية. نعم. الجريمة تحدث في كل وقت وفي كل حين، ولما حصل وباء كورونا زاد معدل الجريمة على مستوى العالم. ربما يكون زاد بنسبة 26% 25%. وإن ويمكن الأكثر تعرضا للعنف المرأة في ظل جائحة كورونا. فإذا لما نتحدث ما نقولش إن المجتمع المصري بمنأى عن العالم، أكيد لا طبعا، لأن تزامن مع هذه الحوادث حوادث مماثلة في لندن وفي أمريكا بنفس السلاح الأبيض، بنفس المجتمعات، في نفس مجتمعات الطلاب، في صحيح. نفس، يبقى إذن المسألة تتعلق بعدد من العوامل التي تساهم في هذا الانتشار. طبيعة الشعب المصري. لا ما تقولي لي، لا أس ما تقوليش، عشان احنا خلاص ما بقاش في يمكن الدكتورة خصوصية. لا ما فيش خصوصية. دكتورة منى عارفة ان احنا الاول كنا بنقول في اول درس في علم الاجتماع الانسان كائن اجتماعي. اصبحنا الان الانسان كائن افتراضي. عالم افتراضي. عالم يا أستاذة عزة. ده معنى كده بقى مع ظهور الميتافيرس خالص ماذا الجريمة أكتر؟ طبعاً. إلا إذا ماذا أعددنا؟ ماذا أعددنا؟ إلا إذا ماذا أعددنا؟ ماذا أعددنا لمواجهة هذه التكنولوجيا التي سوف تجتاح الإنسان وتجعله إنساناً خيالياً لا يعيش على أرض الواقع، غير قادر على التعامل مع الآخر. خلي بال حضرتك أن فترة الإغلاق في الكورونا والابتعاد عن التعليم والاحتكاك
خلت لما الناس تنزل مش عارف تعمل مع بعض. صحيح صحيح. وحاسه ازمه عند الاطفال، اطفال الصغيرين، الاطفال سوشيال ما كانوش عارفين يتعاملوا. ما حدش اهل الناس دي قبل ما ينزلوا ويروحوا للتفاعل على الارض. ده حتى ما فيش تاهيل للمدرسين. يعني انت لما بتشوفي الفيديوهات بتشوفي ان هناك عنف حتى في التعامل من قبل المدرسين للطلاب، كان لابد من وجود فتره والعكس، والعكس ايضا والعكس والعكس دلوقتي طبعا فتره تاهيل لكل من الطلاب ولكل من المدرسين. عايزين ساعتين في الاسبوع الناس ترصد الولاد دول بيفكروا في ايه. ما عندناش ده. يعني لما نقعد ونشوف الولاد، يعني انا هالني في الشجار الاخير اللي الولد خبى السكينه في شنطته وتساليهم يقول لك اصل كان في بينهم خلافات وده لعب عيال. ازاي لعب عيال؟ بالظبط. ازاي لعب عيال؟ ازاي انا ما ارصدش حاجه زي كده؟ ازاي اصلا يدخل بالسلاح المدرسه او الجامعه؟ ازاي انا ما اعرفش مشكلات ما هو على قدهم. ما كل فئه على قدها مشكلاتها على قدها. صحيح. وبيشوفها انها حاجه متضخمه. صحيح. فبالتالي لابد من وجود ثقافه الحوار، ثقافة يعني ان انت ازاي الاحتواء 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 وايضا والقاذمين الغيظ. ليه يا جماعة احنا ما بقيناش كده؟ هو ده، ما هو ده عشان كده بقول لحضرتك دي مش طبيعة الشعب المصري ولا طبيعة كل العالم. انا عايزة اقول على حاجة بس انا بصدد مجتمعي. انا معاكي يا ريما، موجودة على مستوى العالم. انا كل ده قلته لكن احنا حتى عند الشعوب الاخرى واخدين عننا فكرة مختلفة، فكرة كويسة. لا أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، لما نيجي نتكلم على القضية يبقى لابد إن احنا نتكلم على مجموعة من الاعتبارات والسيناريوهات. يعني بنتكلم على الجاني اللي هو القاتل، بنتكلم على المجني عليه، بنتكلم على الجماهير والبيئة المحيطة. بالزبط. مهمة قوي. بنتكلم على الإعلام، بنتكلم على القانون. أنا عايزة أقول لحضرتك دلوقتي لما نيجي نقول إن الجاني قتل، إيه المبررات والدوافع والأسباب اللي أدت إلى إنه يقتل ويقتل بالطريقة البشعة دي؟ والمجني عليه ده عمل له ايه علشان يقتل؟ دي مهمه جدا. الحدوته اللي احنا كلنا كشعب مستغربينها، اللي هو المتلقي اللي هم الجماهير، سواء البيئه المحيطه اللي كانوا بيتفرجوا وبيعملوا حاجه حدوته انا ماليه وانا مالي، لانه يخشى في طياته ان يحدث له ما حدث للجاني للمجني عليه. طب بس خدي بال حضرتك، انا عايزه كله بيتفرج بيتفرج بيصور. لا ما انا عايزه اقول لحضرتك دي النقطه الثانيه اللي انا بتكلم فيها. بيصور، يعني عندك استعداد انك تصور وتشوف ولا تتدخل ولا تتدخل وبعدين تشيرها وتحدث فزع ورعب وعنف لدى الاخرين. مش مدرك ده يا دكتوره. نعم. مش مدرك ده. لا هو مدرك. لا استنيني بس، هو مدرك انه في عالم افتراضي. دكتوره انا اصور قد كده، هو فاصل مغيب. فصل. لا يا دكتور وصل للمرحله، وصل للمرحله انه مش عارف يحدد انه على انه في الافتراضي ولا في الواقع. في الواقع. دكتور انا عايزه ادرس وكأنه الموضوع. مشهد دكتور درامي. مصرين دلوقتي احنا عملنا سيناريوهات، عملنا البيئه المحيطه وعملنا الجماهير المتلقين لهذا الفزع. صحيح. والهلع. صحيح. الحدوته الرابعة كميه المشاهدات كمان عاليه، ان الناس كلها داخله عماله تشير ايه ده، بص بس ما ماسك الراس وبيلف بيها. صعب قوي. بص قتلت ابوها، بص أستاذ عزة. هي وعشقها قتلوا جوزها. السيناريو الرابع القانون. هناك ثغرات في القانون. ان انا اقعد اشوف قتل وقتل ليه ويمكن يبقى عنده مدمن. لا انا اسفه جدا، هو ادمان بالاختيار وليس بالاجبار. بمعنى ان هو اللي اختار انه يبقى مدمن، ليس مجبر. تمام. فاذا انا لا اعفيه من المسؤوليه. وحتى استكمالا للنقطه دي ما يبقاش ده المبرر. لا ده ما يبقاش مبرر يا دكتوره. استكمالا لنقطه الادمان يا دكتوره، دلوقتي المصحات اللي بتطلع الناس ولسه ما خفوش. لا ما انا عايزه اقول لحضرتك، يعني انا مش عايزاه يا دكتوره ان يتقال ان هو مدمن فيعفى من الجريمه ويودع في مؤسسه. لان لابد ان اهل المجني عليه يستشعروا بقدر من الراحه النفسيه، لان المجتمع كله. لا انا عايزه اقول لحضرتك بس هم اكتر اما اكتر كلنا متفاعلين وكلنا متضايقين. انا اللي خلاني استغرب الاعلام في هذه في هذا التوقيت انه يتقابل مع اسره المجني عليه صعب.
صعب جدا في هذا التوقيت. طيب. القانون والإعلام لابد أن يكون له دور. أنا بس عايزة أقول جزئية، أن ندرس الموضوع ده من الناحية السوسيولوجية وإدارة الأزمة. طيب. لأننا في أزمة. إحنا هنقول إلا إذا وماذا أعددنا للمواجهة وعندي أسئلة تانية. بس رصدتوا إيه غريب على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة دكتورة نصر؟ بصي هقول لحضرتك، أنا في آخر مؤتمر رأسته بصفتي مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كان إمتى؟ كان في 2017 وكان قريب يعني ما يعتبرش بعيد حقيقة. كان في إطار، عشان بس يعني نكون بنوضح للناس، المركز فيه شعبة جنائية، شعبة جنائية بتضم يعني أقسام عن حول دراسة الجريمة وتطورها، والآن في بحوث كثير. فكان العنوان العدالة في عالم متغير. حلو العنوان. فده الحقيقة كان بنرصد فيه تطور الجريمة وأيضا القوانين ونص القوانين وكيف تواكب يعني زي ما بيقولوا كده الحادث في الجريمة، ان دايما لان انت لازم تشدد تغيرات يكون القانون مواكب للحاجة المجتمعية في هذا الإطار. ففي رصد علمي، وبس الحقيقة انا يعني هختلف مع الدكتورة منى شوية. احنا الحقيقة بالعكس، انا يهمني اسمع وجهة النظر، لانه لا في احنا حاسس لكن خلاف الرأي. لا مش خلاف الرأي، هو بس عشان طبيعة عمل المركز. المركز طول عمره له علاقة بمركز بحوث الشرطة، بوزارة العدل، بساهم في تغيير قوانين كثيرة ومن ضمنها قانون المخدرات من خلال بحوثه ومن خلال استطلاعات للرأي. فالحقيقة المركز يساهم بشكل فاعل في هذا الإطار وليس بمنأى عن صانع القرار. مسألة بس اللي أنا هماني يا أستاذ عزة جدا، الدراما. طيب. وصورة البطل. طيب. صحيح. قبل الدراما قبل الدراما دكتورة نصري، رصدتوا إيه لما كنت حضرتك ماسكة المركز؟ إيه الجديد في نوع الجريمة الجديدة اللي بقينا، أنا مثلا بقول لحضرتك انه مش هتوقف امام حادثة اسماعيلية، لا هتوقف امام الست وعشقها اللي قتلت جوزها، الابن اللي بيقتل ابوه وامه. صحيح. او البنت، الاب اللي بيقتل ولاده. مش هو التغير في نمط الجرائم وازدياد بعض الجرائم، وعايزة اقولك ان هي بس كلها كانت موجودة، ولكن فكرة ان انا بعمل عليها فوكس وكل شوية بقى بيطلع خبر، هو ده اللي اظهر. بس طول عمرنا وكنا في جريدة الحوادث كده كانت بتنزل وتقول فلان قتل فلان بالكمية. لا ليس بهذا الحجم. احنا زدنا يا جماعة، احنا بقينا 180 مليون. يبقى من الاسباب زيادة سكانية. من الاسباب احد هذه الاسباب، رغم ان حضرتك قلتي ايضا انه الجريمة ملهاش علاقة بالفقر والغنى. ملهاش دعوة. لا أنا بقول ازدادت ومع ذلك الزيادة السكانية. الزيادة السكانية قد تكون أحد الأسباب، وإن زاد أولا إن أنت بتعملي زي تركيز إعلامي على هذه الجرائم، زاد التكنولوجيا الحديثة اللي أصبحت تظهر هذه الجرائم بهذه الكمية. يعني وكمية التركيز التشهير. الإعلامي ده له دور طبعا يا أستاذة عزة. بشكل إيه شكل مؤثر. أنا فاهمة. هل القعدة اللي احنا قاعدينها على الهوا دي تأثر سلبا على المواطن؟ لا. يا سيدتي، لما يكون في حادثة انتحار وتني أصور هذه يعني ما خلي بالك ان العنف عنف نفسي وعنف ضد الآخر. لما يعني يكون في هذه الحادثة، وانا طلعت على فكرة صفحتي قلت يا جماعة رحمة بأهل طبعا، يعني حتى إنسانيا. صحيح. يكون في نوع وإحجام عن تشهير هذا الموضوع. طب ما احنا كنا بنسمع على هذه الحوادث، وكنا بنسمع ان ناس بس ما كانتش بهذا التكثيف الإعلامي اللي هو إعلام المواطن ومن خلال الصفحات ومن خلال كمان الأفلام والمسلسلات والمواقع التواصل طبعاً. كلها شغالة على الجرائم. صعبة قوي. صعبة جدا. يعني ازاي انا اعمل لما نيجي نشوف نرصد الأفلام هنلاقي فين كان فيلم رومانسي، لكن كله أفلام عنف وقتل وضرب، والعكس المسلسلات الدرامية وكله بقى فيه عنف. طيب.
انا هكلم حضرتك في حكايه ان احنا بنهتم. من ضمن اهتماماتي انا قريبا عملت حاجه اسمها العنف الانثوي. ان انا بقول ان المراه اصبحت مشاركه للرجل زي ما شاركته في جميع المجالات في التعليم والعمل، شاركته ايضا في العنف وفي ارتكاب الجرائم. ايه الاسباب دي؟ الاسباب طلعتي حضرتك من الرصد والمتابعه دي انه اسبابه ايه؟ الاسباب تشخيصك ايه؟ تشخيص ان هي بقت زيها زيه وبتقتل وبتعمل كل حاجه. لان المراه دلوقتي اصبحت مستقله، هي فاهمه ان الاستقلال ان هي تشتغل، ان هي تتعلم، ان هي تاخد فلوس. طب ان هي تقتل بقى. لا يا دكتوره، لا نختلف. وماله نختلف للمرأة؟ أيوة. وماله نختلف؟ لكن أنا بقول إذا كنت أنا من المدافعين عن المرأة، إلا أن أنا لا أعفيها أن هي برضو دكتورة أصبحت منى. أكثر إجراما. دكتورة منى، الاستقلالية للمرأة والخروج العمل للمرأة يخليها أعنف ولا يحسسها بأنها مطمئنة؟ لا، هناك عوامل مختلفة ليست لكل الشخصيات وليست في جميع المستويات. حضرتك بتتكلمي يا دكتورة منى على بعض، يعني بشكل عام في ولكن الأغلب العام. في الأغلب العام في الأغلب ولكن العام. المرأة تحتاج دائما وأبدا إلى أنها تشعر أنها مستقلة وقادرة على إعالة نفسها. وكم من جرائم ترتكب حينما تشعر المرأة أنها مقهورة وأنها غير قادرة على أنها يعني تحقق ذاتها، أو أن هي ربما بتكون بتدافع عن أولادها في بعض الأحيان من العنف اللي بيمارس ضدها، سواء كان عنفا مجتمعيا أو عنفا. لكن خلي بالك عشان ما تختلفيش معايا، أنا دايما أقول أن المرأة ليست عنيفة بطبعها، ولكن هناك ضغوط وعوامل أدت إلى أن تكون المرأة عنيفة. بس عشان ما نختلف، في عنف من المرأة للمرأة. خليني أرجع لرصد حضراتكم للأسباب. رصد حضراتكم للأسباب، مبدئيا لفت نظر حضراتكم كمتخصصين انه في حاجة مش طبيعية بتحصل في المجتمع المصري، مش كده؟ طبعا. ده الدكتورة نسرين بتقول لا، يعني أيوة أنا بقول، مش بقول لا، أنا بقول إن ده على مستوى العالم يا جماعة، ونحن في ظرف عام. ما أقدرش أقول أيوة. أن طبيعة الشعب المصري كانت مختلفة. ما فيش حاجة اسمها طبيعة، في حاجة دلوقتي أنت منفتحة على ثقافات متعددة، منفتحة على عالم غريب بتستقي منه كل، يعني أنا لما أشوف الدراما اللي مكثفة اللي بتعرض أنماط من العنف. البشر من العنف وتظهر هذا البطل على أنه بطل همام في غيبة من القانون، وكأن المجتمع ما أنا قلت لا يوجد به رادع. هذه مسألة غاية في الخطورة. ولما يطلع أن هذا الشخص يكرم في كل المهرجانات وفي كل المجالات وكأنه النموذج، أنا بقدم للولاد إيه؟ أنا عايزة أقول لحضرتك، أنا طلعت في برامج كتير جدا منذ سنوات عدة، وقلت يا جماعة إحنا عايزين ناس شكلهم إيه المرحلة الجاية؟ ناس اللي هم في أي مجال؟ ناس إيه؟ المواطن ما هو ده؟ المواطن ده شكله إيه؟ هل إحنا هينفع نبدأ من جديد؟ ما أنا هرجع لحضرتك في ده، بس كمليلي في مجال الدراما دكتورة منى، وأنا قطعت حضرتك والدكتورة نسرين قالت وجهة نظر. هل الدراما والسينما بتلعب دور كبير جدا؟ بتلعب دور كبير غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. أصل لو حضرتك بتكلمي عن ممثل لوحده، ما هو الممثل ده ما بيعملش كل المسلسلات برضو، يعني وغيره يعني مش واحد بس. أنا مش بتكلم على واحد، أنا بتكلم على الغالبية العظمى في الأفلام، في المسلسلات لما نرصدها. وأنا بقول لحضرتك المسلسلات لما نيجي نرصدها ونعملها رز حقيقي، وده تخصصي، هنلاقي كام من المسلسلات في حاجة رومانسية أو بتدعو للقيم و على أساس أن الأسرة تبقى مترابطة وبتبقى حاجة رومانسية. شوفي حضرتك لما نقارن الفترة السبعينيات والثمانينيات الفترة الحالية، هنلاقي الفترة الحالية كم من المسلسلات مليئة بالعنف، كم من الأفلام مليئة بالعنف. وأنا بتفق بقى مع الدكتورة نسرين في حدوتة إن الأيدل تايب، النموذج الأمثل لمين؟ للطفل، للفرد في الأسرة، لكل الناس، هو ده النموذج الأمثل. إن الحرامي ما يتمسكش فالقانون يبقى غايب. عشان كده بقول لحضرتك أمامنا أكثر من سيناريو، قلت لحضرتك القاتل والمجني عليه والجماهير والبيئة المحيطة وأيضا
الدراما بتلعب دور والإعلام والقانون. طيب. فين الثغرات القانونية؟ هل احنا يعني انا عندي دلوقتي نقدر نقول ان هذا الشخص يعدم في ميدان عام حتى يستريح الناس؟ يقولك لا، لسه في اجراءات ولسه هنثبت ولسه نعمل استئناف. فطول المده دي بتصيب الناس بخيبه امل، وده اللي بيخليني اقول وانا مالي وانا ادخل ليه وانا اعمل ايه. يعني شوفي حضرتك كم حادثه وكم واقعه جت عندنا في المجتمع والناس بتقول احنا من على ما اسمع ومرأة من الناس. تفسري ده بايه؟ ما انا مش عايزه ادخل اروح الاسم لا يجيبوني وما اروحش الشغل، لا اسيب الولاد، لا يسالوني، لا اتهم، فيقول لك لا سيبك. فبقت انا ماليه طول عمر الناس كده؟ لا ما كانتش كده يعني طبعا ما كانتش كده بالسلبيه دي، ولكن سلبيه جايه منين؟ جايه منين؟ من عرض برضو كم من الحوادث التي يعني ارتكبت في اطار ان الناس كانت بتتدخل. شهيد صحيح. الشهامة شهيد الشرف، شهيد مش عارف ايه، وحيد امه فقدته علشان كذا، يبقى ده الاعلام ودي الصحافة والتلفزيونات والبرامج. يبقى اذا طلعين بحاجات محددة. اذا انت بتعملي حاجز نفسي ما بين الناس حتى انت بتربي ولادك والنبي يا ابني لو شفت حاجه مالكش ابعد عنها. وبعدين بربي فين؟ ما يبقاش شجاع، ما يبقاش مقدام. لما نظهر فكره انه الولد اللي حاول يخلص بنت من ايد واحد كان بيعتدي عليها اتقتل، ونسميه شهيد كذا وكل يتكلم عنه، طبيعي جدا ان انا اقول لابني لما تلاقي خناقه مالكش دعوه، ما تتدخلش، مالكش دعوه. يبقى ده الاعلام. الاعلام يعني بيعكس دور كبير مبدئيا. لو احنا بنعمل بوسائله المختلفه، بوسائله المختلفه. طبعا. هل في الحاله دي الافضل من وجهه نظر حضراتكم كمتخصصين ومن اسباب اللي وصلنا له عدم تناول الأخبار الإعلام بشكل عام؟ مش هتقدري تحجمي. لا أقدر أقنن شوية، ولكن لابد من وجود ميثاق أخلاقي صحيح يلتزم به كل الإعلاميين، ويلتزم به حقان الأوان يا أستاذة عزة، إن ما ينفعش إن أنا أطلع على في رمضان ويقول لي أصل هم صور الساعة 5 الفجر وطلع عليا في الساعة 6 بعد الظهر وكمية عنف وما فيش لجان مشاهدة، تقول لي هل ده ينفع يتعرض على الشاشات في رمضان ولا ما ينفعش؟ فين لجان المشاهدة؟ ما يبقاش ينفع ان انا اجيز كده النص كده من غير ما اشوف. خلينا نحدد من وجهة نظر حضراتكم، وانا بعتقد ان احنا بنبذل مجهود صح، يعني اتمنى نكون بنبذله صح. أكيد يعني أكيد. الاعلام حضرتك شايفة انه لازم يبقى فيه ميثاق شرف؟ طبعا اكيد. أطرافه إيه بإيه؟ أطرافه أولاً أن ألا يتم التناول قبل صدور قرار من النيابة. لازم يكون تناول من خلال النيابة ومن خلال الجهات الرسمية. ما أقدرش أنزل يا أستاذة عزة وأعمل لقاءات دون أن يكون هناك وأدي فرصة لأي حد يتكلم وأقعد أقول أصل دي جريمة شرف، أصل دي، وأنا مش عارف وأنا مش عارف لسه. كله بقى بيجتهد وكله بيجتهد، وأنا خلي بالك إن أنا على الجانب الآخر برسخ فكرة إن أنا ممكن اعمل الجريمه واخرج منها واقول ومحدش هيعمل دي جريمه شرف. تمام مظبوط. ادينا له الخط تمام. طيب ده بالنسبه للاعلام بكل فروعه. حضراتكم شايفين انه لازم يبقى في ميثاق شرف الا يتم تناول لا خبر ولا تفاصيل جريمه. طول عمر الجرايد فيها اخبار حوادث، قبل دايما يقول لك صفحه الحوادث فيها كذا، حضرتك عايزه تمنعي ده تماما. بس ما كانتش بهذه الصوره يا استاذ، خلي بالك ده خرجوا الناس من قبورهم. حصل. نعم. ايوه. نعم. وفلان كان على علاقه بفلانه وعلان كان يعني حاجه نبش القبور اثاره المشاعر العامه. انا الحقيقه مستغربه ازاي الناس القائمين على هذه المواقع بيصدروا هذه العناوين. يبقى لازم بقى يا دكتور نسرين نقول تجريم هذه السلوكيه، تجريمها.
نعمل تجريم ميثاق شرف قانون لما يخرج عنه لازم في تجريم لما يخرج عن ميثاق الشرف انه لا يتم التناول لاي حادثه طبعا او جريمه او اي شيء فيه عنف الا القرار يخرج من النيابه. صحيح. صح كويس؟ مظبوط. لما يخرج عن هذا الاطار اللي حضراتكم بتقولوه منع تشهير وتصوير اي جريمه حصلت. انا لسه هاجي لحضرتك بقى ناخدهم واحده واحده. ده الاعلام. الدراما والسينما حضرتك تقترحي ايه لو شايفاهم اسباب رئيسيه؟ ما هما جزء من كده يعني. انا عايزه اقول لحضرتك لو تفتكري لا الاعلام هنا بنتكلم على الصحافه الاذاعه التلفزيون المواقع الاخرى ومنها السينما بقى والدراما من الاعلام السينما والمسلسلات هي دي برضو بتتناول اي قصص اللي بتتناولها وبتبقى بقى فيها حاجات البطله بتبقى ايه البطل ايه بيبقى عنيف بيبقى مجرم بيخرج من القانون ما فيش حد بيعاقبه او يسيب لي النتيجه مفتوحه النهايه مفتوحه فنبقى خلاص ما راحش تصدير فكره البطل ان هو يبقى بريء اللي بيقول خلاص مش هيتحبس انا الحكومه بس خلاص هي دي الفكره لا وتشويه فكره ان انا باخد حقي بايدي ايوه بدون قانون بإيدي. بدون قانون ما يبقاش في اخر حلقه دايما في النهايه كده طيب اسمحوا لي ارحب بدكتوره سهير عبد المنعم استاذ القانون الجنائي مركز اقامه البحوث الاجتماعيه والجنائيه دكتوره سهير مساء الخير يا فندم اهلا يا فندم مساء الخير لحضرتك اهلا بحضرتك وانا عارفه ان حضرتك اجتماعات معلش وبزن عليكي من بدري بس الموضوع فرض نفسه دكتوره سهير حضرتك كمركز متابع وراصد لكل ما يحصل من ما بكل ما يحدث في المجتمع المصري من تغيير مش بتوقف امام تسمع لي فقط بتوقف امام كل الحوادث حضرتك رصدتوا ايه التغيير يا فندم محتاجين نتوقف امام حاجات كتير اولا بحيي حضرتك بحيي الاستاذه الدكتوره نسرين واذا حضر الماء بطل التيمم لا 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 دايما من اول ما قعدت وهي عماله تقول الدكتوره سوير الدكتوره سوير الحقيقه وشكرا وانا عايزه اقول لحضرتك دكتوره سوير للامانه عشان ادي الناس حقها مقالات كتير وانا مبسوطه اتكتبت في الجزء ده وكلهم بيقولوا اسمحي لي فين المركز؟ فين شغل المركز؟ المركز يقول لنا نعمل ايه؟ المركز لازم يطلع ويعرف للناس ايه الرصد الجديد وايه المطلوب نعمله؟ هسيب لحضرتك الحقيقه يمكن الظواهر الاجتماعيه بقت كتيره ومش ملاحقين عليها بالبحوث والدراسات والمؤتمرات الى حد كبير ممكن أنا استأذنك يعني لحظة أولا هقول لا إن لحظة واحدة ممكن الاستوديو الصوت يدخل للضيوف بس بعد إذنك يا مجدي تمام اتفضلي دكتورة حضرتك كده وضيوفي بس اللي عايزين يسمعوا أنا سامعة حضرتك في الإيربيس بس الضيوف عايزين يسمعوا حضرتك بتقولي إيه انفتاح السماوات وما يحدث في العالم أجمع ما يحدث في العالم أجمع من عنف ومظاهر كل مظاهر العنف والحروب والصراعات وما حدث اللي بيتنقل لحظة بلحظة ده جديد في حياتنا اللي خلى الناس لا تهاب العنف وخلى الناس أيضا احتكم الإداء إلى حد كبير من ناحية ما تتحركيش بالتليفون عشان الصوت يبقى واضح دكتورة أيوة كلام حضرتك مهم جدا تفضلي فن دي حاجة مهمة جدا اللي بتخلي حتى الأطفال الصغيرين اللي كنا بنخاف من أي حدودة تحط لنا فيها كلمة عبريت وإحنا صغيرين صحيح بيخافوش من أشياء بتحكي جدا وبالتالي بيشوفوا حاجات أكتر منها أيضا أيضا ما يرصد في مواقع التواصل الاجتماعي من أشياء غير مسؤولة من حوادث عنف غير مسؤولة يمكن برضو في حوادث كتير بنقف قدامها قدام العالم ويمكن لسه بنتكلم على أول كورونا وما حدث من تبلد الناس وربدهم أن يدخلوا الـ 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 الأطباء اللي راجعين بيوتهم ربدهم أن هم الست اللي منعوا الدكتورة اللي منعوا الناس تدفن دي كلها كانت بعيدة عشان ده كورونا هي بقت دلوقتي العادي عادي احنا المرض عادي والموت عادي يمكن سمعت الأستاذة الدكتورة نسرين وهي بتقال أنا بدين كل من ينشر بالفعل ويمكن احنا قريب كان طالع بحث عن الانتحار في المجتمع المصري وفي مشروع قانون مقدم على أساس كل نشر بهدف إثارة في ترويج للأفكار في سواء أفكار انتحارية أو أفكار عنف تمام
تمام. وبالتالي هنا لازم يبقى في تجريم أيوة. للناس اللي بينشروا من غير من غير حساسيه. من نيابه تخلص، من نيابه تخلص شغلها. بالظبط يا فندم. دكتوره سوير، نعمل ايه؟ يعني يعني نعمل ايه هو؟ وانتوا بتدرسوا، حضرتك قلتي ان احنا نمنع كذا ونعمل كذا، احنا كافراد مجتمع قولوا لنا فين الاتجاه، فين القبله؟ قولوا لنا نمشي ازاي؟ قولوا لنا نراجع نفسنا ازاي؟ محتاجينكم معانا جدا الفتره دي. الحقيقه كل ده بيخلي الفئه الاعرض في المجتمع المصري وهي فئه الشباب في صراع، اللي هي الفئه اللي احنا بنخاف منها من اي سلوكيات تخوف، وخصوصا مع انتشار المخدرات اللي بقت مش من اقلام الجدول ولا من ولا هي اصلا ممكن تعتبر الكيميكال والحاجات اللي بياخدوها اللي بتعمل خلل نفسي ده. خلل نفسي وبتقلي وتهيؤات وبتخلي كل الناس. شايفه انه من الاسباب الرئيسيه المخدرات. طيب مخدرات عامل مهم، المخدرات على فكره والكحوليات. نعم. يمكن برضو واحنا بندرس بحث الانتحار لقينا من عوامل الحاجات اللي بتسبب بيدخلوا بيها مراكز السموم. أيوة. منتحرين اللي هي الاوفر دوز برضو الكحوليات زيها زي المخدرات. صحيح. دكتورة سوير، ينفع نبدأ من جديد؟ ينفع نعمل إعادة نظر في المجتمع؟ بالتأكيد. ولا بالتأكيد. الدنيا خلت مننا وباظت؟ مؤسسات التنشئة لم يعد لابد أن يتدخل العلم في كل حاجة في حياتنا. طيب. بمعنى ما ينفعش اثنين يتجوزوا، يمكن دلوقتي بقى نهج فعلا وسمعت ان يمكن منتهجات الكنيسه قبل كده ودلوقتي متوسعه بيه في وزاره الاوقاف، اللي هي كل من يقبل على الزواج مفروض عليه عشان نعدهم كفردين يتعاملوا مع بعض او كاسره او كارباب للاسر انهم يخضعوا لبرامج تدريبيه تعدهم لذلك. وايضا عندما يرزقوا باطفال لازم كل من يسجل ابنه الاول يخضع لبرنامج تدريبي ازاي يربي ولاده، لاني عشان اقول في عندي مشكله في تربيه الناس ما انا عندي مشكله في الابهات والامهات الكبار. صحيح صحيح. يبقى الاسره لازم هي اللي تبقى قويه لان كل ما هنا نرجع نقول ترجع الاسره اسره ثم بعد ذلك ياتي دور المدرسه. دور المدرسه كمؤسسه تربويه. نعم. لابد ان يعاد دور المدرسه كمؤسسه تربويه. بعد كده يجي دور المسجد ودور المؤسسات الشبابيه ومؤسسات والانديه ومراكز الشباب وخلافها. يعني محتاجين اكتر من محور مع سياق ديني اللي هو الخطاب الديني اللي هو ممكن يوصل للشباب ويؤدي الغرض. يعني في اشياء كتير قوي لابد ان تضمنها خطبه الجمعه، الحاجات الجديده في حياتي، المشكلات الجديده في حياتي، امتى ببقى رب ابني وامتى بجوز بنتي وامتى لا ده انا بتاجر بيها، المفاهيم اللي بتختلط على الناس. نعم. امتى انا هنا بعمل حمايه لاولادي وامتى لا ده انا بعمل عنف ضدهم، لان اذا كان اللي هي مؤسسه الحمايه هي الاسره فهي اكبر مؤسسه للعنف في المجتمع ايضا في مصر وفي غير مصر العلم. نعم. أشكرك. مش بتكلم على مصر. أشكرك دكتورة سوير. أشكرك فندم. شكرا جزيلا دكتورة سوير عبد المنعم. معايا دقيقتين لكل من حضراتكم دقيقة. حضرتك قلتي دكتورة منى إلا إذا، وإحنا بنتكلم على أنه الناس وصلت لمرحلة أنها بتفصل ما بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي ولسه إحنا الميتافيرس يا ترى شايل لنا إيه. حضرتك قلتي من الأسباب السوشيال ميديا ولازم ننتبه ونفصل ما بين الواقع وعالم الافتراضي إلا إذا واجهنا إلا إذا ما قعدنا ترتيب الأوراق. بمعنى أن أنا بضم صوتي للدكتورة سهير الحقيقة في مسألة لابد من البحث عن أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية دي بركز عليها قوي بدءا من نعومة أظافر الأطفال في الأسرة وفي المدرسة، دور الحضانة، مؤسسات التعليم، دور العبادة، المسجد والكنيسة في دورهم، وسائل الإعلام، وسائل الترفيه مهم جدا. انت عارفه حضرتك يا استاذه، بتكلم هنا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي لابد ان تعيد ترتيب اوراقها ان هي ما تتصدرليش افلام ومسلسلات ودراما ومواقع التواصل بتدعو للعنف. تمام. دكتوره نسري، اشكرك دكتوره منى حافظ. شكرا. شرفت بوجودك. شكرا. دكتوره نسري، ان تحل ثقافه الحوار محل ثقافه العنف ما بين مين ومين؟
على مستوى الأسرة، على في المدرسة، في المؤسسات الدينية، وأن يكون الخطاب الديني مواكبا للمستجدات المجتمعية. احنا عايزين كده نتعلم مهارة التفاوض ومهارة الحوار، وألا يكون الحل هو السكينة. صحيح، ده احنا بنحاول نمنع السكينة. يعني الحل في السكينة، عايزين نمنع هذا الحل. ان هناك في حوار، هناك تفاوض، هناك ازاي ممكن ان احنا نتحاور. وممكن انا اطلع متمسكه برايي وحضرتك تطلع متمسكه برايك، بس محترمين بعض. صحيح. وان احنا مفيش بينا ضغائن، ده يحل العنف والجريمه، او نطلع براي ثالث يا دكتور. لازم يكون في رصد لاحتياجات الولاد وقضاياهم في المدرسة. هم محتاجين إيه؟ بيفكروا إزاي؟ عايزين إيه؟ علشان أبقى أنا واقف قدام هذا المجتمع وعارف الناس دي بتفكر إزاي. مش في المدرسة بس، وفي الجامعات. في المؤسسة. بشكر حضرتك دكتورة نسرين، تشرفت بوجود حضرتك معنا، بشكر حضرتك وأشوفكم بكرة على خير. شكرك دكتورة. شكرا. بشكر حضرتك وأشوفكم على خير بكرة، مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.